مشاهدينا، سلام الله عليكم في هذا الموجز الإخباري. أكدت مصادر إعلامية إلغاء رئيس مجلس النواب المنحل عقيل صالح صفة الحاكم العسكري درنة بن جواد المكلف بها عبد الرازق الناظوري. هذا وكان صالح قد عين منذ عامين عبد الرازق الناظوري أحد قادة ما يسمى عملية الكرامة حاكما عسكريا من درنة إلى بن جواد. يشار إلى أن الناظوري بعد تعيينه كلف عددا من العسكريين كعمداء لبلديات بالمنطقة الشرقية عوضا على العمداء المنتخبين. أكدت مصادر من مدينة درنة تعرض المواطنين للاعتداء والمعاملة المهينة من قبل ميليشيات الكرامة في المناطق المسيطر عليها من قبلهم. وظهر مقطع مصور متداول على وسائل التواصل الاجتماعي عناصر من ميليشيات الكرامة تعتدي على أحد المواطنين أمام أحد المخابز بمدينة درنة لاعتراضه على دخولهم عنوة. أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة عن استحداث مكتب شؤون الانتخابات. الوزارة على موقعها الرسمي الجمعة أشارت إلى أن مهام المكتب إعداد الخطط الأمنية لتأمين العمليات الانتخابية والإشراف المباشر على غرفة العمليات الرئاسية والغرف الفرعية بالدوائر الانتخابية بالمنطقة التابعة لها. وأكدت الوزارة أن قرار تشكيل مكتب شؤون الانتخابات يأتي لضمان سير العملية الانتخابية بالشكل المطلوب. أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني أن هدف الاتحاد الأوروبي النهائي هو منع المهاجرين من مغادرة إفريقيا نحو أوروبا. سالفيني في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الجمعة دعا إلى وضع خطة للاستثمار في أفريقيا وتحسين ظروف المعيشة في دول المصدر لمنعهم من الهجرة. وأشار سالفيني إلى دعم الاتحاد الأوروبي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ودعم العملية السياسية في ليبيا. نهاية الموجز، السلام عليكم ورحمة الله.